تحية من جديد، عدنا لكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، متابعي قناة الشرق، قناة شوف تيفي وشوف سبور، من هنا من مدينة لفقية بن صلاح. بداية الشوط الثاني دائما لا جديد يذكر، التعادل السلبي 0 لمثل بين فريقي اتحاد لفقية بن صلاح ورجاء بني ملال برسم الدور 32 من إقصائيات كأس العرش الدور الرابع. ركنية لفاروق اتحاد لفقية بن صلاح، ركنية خطيرة، هل ستحمل الجديد ضربة رأسية؟ ولكن مرت محادية لشباك الحارس زكريا بن عبو. التعادل السلبي 0 لمثل متابعينا مشاهدي قناة شوف سبور، من هنا من الملعب البلدي لمدينة لفقية بن صلاح بعد إعادة افتتاحه من جديد بعد تكسيته بالعشب الاصطناعي. خطيرة للاعبي اتحاد لفقية بن صلاح، تمريرة طويلة ولكن طلب بضربة جزاء، ولكن الحكم تطلب استمرار اللاعب. دائما تعادل سلبي 0 لمثله. تدخل خشن في حق لاعب رجاء بني ملال، لحظات يعني تدخل زائد، الكرة خرجت رقعة الميدان، ولكن كان تدخل من لاعب رقم 8 اتحاد لفقية بن صلاح. دائما تعادل السلبي 0 لمثله. هجمة خطيرة لاتحاد لفقية بن صلاح، لاعب الافريقي يتمرر، ولكن تدخل ايوب البوزيدي مدافع رجاء بني ملال، كرة من الجهة اليمنى، دخول ارضوان الكروي هدف بطولة القسم الثاني ب 16 هدف. حكم تطلب استمرار اللاعب، كرة
لتعادل القيمة صلاح. كرة خطيرة 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 متابعينا مشاهدنا الكرام، كرة خطيرة وتدخل مدافع رجاء بني ملال إلى الزاوية. ركنية ركنية زاوية الاتحاد لبقي بن صالح. كرة غتنفذ نفذات كرة خطيرة والهدف الأول الهدف الأول الاتحاد لبقي بن صالح. الهدف الأول الاتحاد لبقي بن صالح من ركنية من زاوية نفذت غلطت مدافع رجاء بني ملال والحارس المرمى زكريا بن عبو. تقدم اتحاد لبقي بن صالح بهدف لصفر الان متابعينا مشاهدينا الكرام في بدايه الشوط الثاني تلعب الدقيقه 60 من المقابله. هدف لصفر لاتحاد لبقي بن صالح، هدف مباغت مفاجئ. تغيرت النتيجة هنا، تقدم اتحاد الرياضي لفقي بن صالح بهدف لصفر على رجاء بني ملال. تغيرت النتيجة قبل لحظات من الآن، تقدم الاتحاد لبقي بن صالح، الاتحاد الرياضي لبقي بن صالح بهدف لصفر، هدف من الزاوية نفذت بالشكل الأمثل، غلطت مدافع رجاء بني ملال والحارس زكريا بن عبو، هذه قدفة ولكن مرت محاذية لشباك حارس رجاء بني ملال.